في الاكشن كده هيبقى فاضل لنا العيله من ثلاث سكشن هنضيفه لهم. سكشن هنتكلم فيه على الاستراكشر وعلى الميموريز، سكشن هنتكلم فيه على البروجرام لوجيك ديفايس اللي هو اخر جزء في جزء الدكتور ابراهيم، وبعد كده سكشن عن البوينترز اللي هي اخر حاجه في السي بلس بلس. جميل. طيب النهارده هنتكلم على الستيت مينيمايزيشن او الستيت ريدكشن. الفكره كلها ببساطه ان انا ممكن اعتبر ان تو ستيتس هما نفس الستيت واشيلهم واحطهم مكانهم في ستيت واحده. لو التو ستيتس دول ايدنتيكال او ايدنتيكال لبعضهم او يقعوا في نفس الستيت. بمعنى ايه؟ لو انا عندي ستيت A ستيت B لحد ما الانبوت بتاعي كان بزيرو، الـ A والـ B راحوا للـ state C خلاص؟ وفي حالة إن الـ X تساوي 1 الاثنين راحوا للـ state B بفرض إن دي مثلا دي فكرة كده أقدر أعتبر إن الـ A والـ B متفقين لوحدهم، أنا جالهم انبوت 0 هيروح ل 0 او جاي من انبوت 1 هيروح ل 0 يبقى اقول ان الاي والبي دول ليهم نفس الست اقدر اشيلهم واحط مكانهم ايه؟ هي دي الفكره ببساطه للستيت مينيمايزيشن. احاول ادور على اكبر عدد من الستيتس اجمعها واحطها في ست واحط مكانهم ستيت واحد. طب هل الموضوع بالبساطه دي؟ تعالى نتخيل كده لو ان الاي لما كان الاكس 0 ما كانش يروح ل سي كان بتروح لايه؟
والجي جميل. ابدا بعد كده اقسمهم بيست على الارض، لان لو كل ستيت فيها ارض مختلف مستحيل الستيتس دول يكونوا متغطين الارض. فبالتالي انا اقسمهم تو ستيتس او تو ستس، ست الاول بتاعها بواحد وست تاني الاول بتاعها بست. يبقى ساعتها اقدر اعتبر ان الـ A والـ B والـ D موجودين في نفس الست، والـ C والـ E والـ G موجودين في نفس الست. جميل لغايه دلوقتي؟ حد عنده اعتراض؟ طيب هبص لك، احنا كنا بنقول ان الـ A والـ B متطابقين او يقعوا في نفس الست لما كان الـ M بتاعهم 0 يروح في نفس الست او نفس الست، ولما الام بتاعهم واحد نفس الفكره يروح نفس نفس الست. طب تعالى نبص على الاي والبي والبي، لما كان الام بتاعي زيرو بيروحوا لانهي ستيت؟ الاي والبي والبي هيروحوا لبي ودي وبي، بي ودي لو الاكس بواحد هيروحوا لسي واف جي. جميل؟ نفس الكلام هنا، لما الاكس كان بتساوي 0 سي كانت بتروح اف والاي بتروح اف بعد كده الاي كان اف. افرق حاجه ان اي سي دي. في حد عنده اعتراض؟ لا. ابدا بقى ابص لما الاكس كان ب 0 بالنسبه للست ده، وتعالى نقول ان هو اسمه ست 0 كانت بتروح للبي دي دي البي دي دي اللي في نفس الست ولا في نفس الست اللي هو زد. طيب لما الاكس كان بيساوي واحد تروح لسي اف جي، سي واف وجي يقعوا في نفس الست، يبقى ساعتها اقدر اقول لغايه دلوقتي ان الاستيت اي وبي ودي متطابقين ويقعوا في نفس الست. طيب تعالى نبص بقى للجزئيه اللي عندنا. حاله الاكس 0 كانت بتروح لاف واي اللي هي في نفس الستيت. حاله ان الاكس بتساوي واحد بيروحوا للستيت A وC وD وG. خلاص؟ طيب هل الـ E والC والD وG بيقعوا في نفس الست؟ مين المختلف؟ الـ D. طيب يبقى مين اللي سبب لي المشكلة أصلاً؟ الـ F اللي هي ودتني الـ D. الـ F دي منفصلة أو مختلفة عنها. ليه؟ كلهم لو جاي من X 0 بيروحوا للست اللي هي على اليمين، ولو جاي من واحد بيروحوا برضه نفس الست. بينما الـ F ده مختلف. لو اكس ب 0 هروح لست واحد، ولو اكس ب 1 هروح لست 0، فبالتالي انا لازم اخد الاف اللي خايف عنه واحطها في ست منفصل. في حد مش فاهم قدرات؟ يبقى ساعتها انا هضطر اعمل بارتيشن مره ثانيه واقول ان الـ A والـ B دي ما زالوا في نفس الست، C والـ E والـ G ما زالوا في نفس الست، الاف بس هي اللي خربتها. وتعالى اتشيك كمان مره. B B B C F G E C G. مظبوط كده؟ حد عنده اعتراض؟ طيب تعالى نبص، لما كانت الاكس بتساوي 0 ال A وال B وال D راحوا لل B وال D اللي هي في نفس الست، فمفيش مشكلة عندي. طيب لما كانت الاكس بتساوي 1 ايه اللي حصل؟ بيروحوا لل C وال F وال G. مشكلة ال F بقت موجودة في ست وحدها، فبالتالي ال B بقت عاملاها ان جي. يبقى هشيل البي واحطها في ست لوحدها. طب تعالى نجرب تاني، السي والاي والجي كانت بتروح الاف اللي هي موجوده اكيد في ست لوحدها، والاي والسي والجي اللي هم نفس الست وهو برضه ست لوحدها، فبالتالي مش هعمل بارتيشن بالجزئيه. المره او الستيب اللي بعدها هي بارتيشن فوق، هيبقى عندي اي ودي سي وجي كل. نيجي نبص، لما الاكس ب 0 بروح لبي، لما الاكس ب 1 بروح لسي جي اللي هو السيت ده، لما ب 0 بروح لاف اللي هو السيت ده، ولما ب 1 بروح لاي سي جي اللي هو نفس السيت. هل محتاج ان اعمل بارتيشننج تاني؟ لا، كده المساله خلصت. طيب خلاصة من كده أقدر أقول إن الستيت A بتساوي الستيت B، وإن الستيت C بتساوي الستيت D بتساوي الستيت G.
يعني ممكن اشيل ال A وال D واحط مكانهم ستيتس يعني. الستيت دي تقريبا اسمها ايه؟ الستيت دي ولا اسمها عيد كتابة التيبل كله من اول جديد، وهشيل كل دي واحط مكانها ايه؟ وهشيل كل E و G واحط مكانهم
فرق بين الجيجا مور الاوتبوت بيختلف حسب يعني مصر عندي تو كولومز داون. اوقات الدكتور بيدي تيبل بالشكل ده، اوقات بيكتب نكست ستيت الاوتبوت بتاعها.
ولا تشيك الايه لما كان الايه موجود بزيرو كان بتروح للستيت بي كان الاوت بتاعي زيرو ولما كان الايه موجود بواحد كانت بتروح للستيت اف كان الاوت بتاعي واحد خلاص وهكذا كمل نفس الخطوات دي على كل ستيت الستيت بي كانت بتروح لـ دي لما كان جيلها زيرو كان الاوت بتاعي زيرو وكذلك لما كان بيجيلها واحد بتروح لـ دي والاوت بتاعها زيرو الستيت سي بتروح سي او بتفضل في نفس الستيت لو كانها زيرو الاوت زيرو وبتروح للستيت اف لو كانها واحد الاوت ستيت زيرو الستيت دي بتروح لواحد في الحالتين بس لو جالها زيرو الاول منها واحد ولو جالها واحد الاول منها زيرو اخر حاجه خالص الستيت اف لو جالها زيرو هتروح لدي يبقى الاول زيرو ولو جالها واحد هتروح لدي والاول هيبقى زيرو هذا سيد الرمز هذا اول مشكله كده في انترسكشن بين كل ستيت وستيت تاني. اتفضل. نعم؟ الشكل ده جزء. الفكره كلها ان انا عايز ارسم تيبل يكون في انترسكشن بين كل ستيت. في انترسكشن هنا بين A وB وC وD في مربع. المربع ده زي مثلا المربع ده بيعبر عن ايه؟ انترسكشن بين C والF. يقول لي هل C والF موجودين في نفس الست ولا مش موجودين في نفس الست؟ خلاص؟ لو مش موجودين في نفس الست حط
كروس اكس، يبقى كده هما الاثنين مستحيل يكونوا في نفس، لو موجودين في نفس السيت هحط حاجه مختلفه. طيب مبدئيا كده ابدا احط البروسيس ازاي؟ بيزد على الاوت زي ما كنا بنعمل كده، الحاجات اللي ليها اوت زي بعضها، يعني الاي هتلاقي الاوت بتاعها مختلف عن السي وعن الاي والاف والجي، يبقى ببساطه ممكن احط كروس عن السي وعن الاي وعن الاف وعن الجي، دي معناها ان الاثنين مستحيل يقعوا في نفس السن. طيب بالنسبه للاي والبي فور اكزامبل، احتمال الاثنين يقعوا في نفس السن. طب كنا بنعمل ايه زمان في البارتيشن؟ كنا بنشوف النكست ستيت بتاعتنا، حاله ان الاكس كان بتساوي 0، حاله ان الاكس كان بتساوي 1، بس بدل ما كنا بنعمل ار ويمين وار شمال هنعمل ايه؟ هنقسم الزر بتاعتي دي بدون رو، الرو الاولاني عباره عن الاكس لما كان بتساوي 0 وده الاكس لما كان بتساوي 1. خلاص؟ طيب في حاله ان الاكس كان بتساوي 0 ال A وال B بيروحوا لانهي ستيت؟ دي البي ودي، فاكتب هنا البي ودي، ولما كانت الاكس ب 0 لو كانت ب 1 تروحوا للسي. صعبه دي؟ بنفس المنوال هفضل انا التيم كله من اول. طيب انترسكشن بين ال A وال D، لما كانت الاكس ب 0 بروح لـ B، لما كانت الاكس ب 1 بروح لـ C G. بالنسبه بقى للبي، البي الاوت بتاعها ب 1 والسي الاوت بتاعها ب 0، يبقى الانترسكشن بين البي والسي هحط فيه كروس. طيب الانترسكشن بين البي والدي لا، الاوت زي بعضها يبقى هتشيل، هي بتروح في النكست ستيت لدي بي لحد الاكس 0 وتروح لاف جي لحد الاكس 1. طيب الباقي كله اصفار، الاول بتاع 0 يبقى مستحيل يتطور معاه لان البي الاول بتاعه. طيب نص بقى على السي، السي مع الدي هحط كروس، السي مع الاي يبقى اف اف بلس. السي مع الاف يبقى اف بي في اي دي. اخر حاجه السي مع الجي هيبقى اف اف واي جي. في حد مش فاكر حضرتك في الديو ده اللي ده ازاي؟ حلو، نبص بقى على دي، دي الاوت بتاعها واحد والباقيين كلهم الاوت بتاعهم في صفار. ببساطه حط البروسيس عشان اشتغل الاي الاوت بتاعها يبقى هبص اي مع الاف مع الدي ادي السي 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 مع الدي ادي
سي مع دي في بينهم كروس، فبالتالي السكوير ده مش هينفع. اف اف ما فيهاش مشكله، سي جي ادي السي انترسكت مع جي موجوده، الاي اف ادي الاي مع الكروس. طيب الاي اف اوريدي احنا لسه عاملين لها كروس دلوقتي، فبالتالي استحاله يبقى في انترسكشن بين الاف وبين الجي. كده احنا وصلنا لبارتيشن 3، ابدا اعمل ديفريشن من الاول للجي بيزد على البروسيس اللي انا عملتها. فبص البي والدي، ادي البي انترسكت مع دي موجود. السي والاف، ادي السي انترسكشن مع الاف، انا عملت له اوريدي كروس. طيب سي مع الجي، ادي السي مع الجي موجوده، البي مع الدي موجوده، الاف مع الجي، الاف مع الجي عملت لها كروس في الاتريشن اللي فات، لازم اعملها في كروس. اف مع الاي، ادي الاي مع الاف، انا اوريدي كنت عملت لها كروس من هنا. طيب ربنا يفهم كده الاي مع الجي، ادي الاي مع الجي موجوده، وهنا السي مع الجي، ادي السي مع الجي موجوده. خلاص المفروض انك هترجع تعمل ريفريشن تالت من اول وجديد عشان تتاكد بس ان اخر تو كروس اللي عملناهم ما اثروش على حاجه. فلما نرجع نشيك من اول وجديد مش هنلاقي ان في اي حاجه محتاجه تتعمل. خلاص طيب كده احنا عملنا ستيت مينيمايزيشن. ايه الخلاصه للتيبل ده؟ الخلاصه للتيبل ده ان الستيت A والستيت D بيقعوا في نفس السيت، يبقى الـ A بتساوي الـ D، والستيت B C مع G و E مع G. غالبا الايه ما لهاش علاقه
الاوتس اللي باقيه كلها اللي لو بتاعها 0-1 اللي باقيين الاوت مختلف ف كروس في السنة. طيب بالنسبة للبي، البي هتلاقيها مطابقة مع السي بس مع الدي مختلفة ومع الدي ومع طبعا بص البي والسي هيروحوا الستيت دي سي ودي. طيب البي مع الاي، البي مع الاي هيبقى دي دي دي. البي مع الاف هيبقى دي 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 دي. سي مع دي مفيش انترسكشن عشان او مختلف. سي مع دي سي دي اف دي سنتر اف دي دي لو بتاع مختلف حط اكسات. اخر حاجه خالص الاي مع الاف دي ودي ودي. لو بصينا على بي والاي هنا هلاقي ان هما الاثنين بيروحوا للدي حد نيكس 0 وحد نيكس 1. فبالتالي انا متاكد ان الاثنين دول موجودين في نفس الوقت بغض النظر. طيب تعالى بقى نراجع على المثال. الدي مع السي ادي السي وادي الدي في بينهم كروس فبالتالي انا هشيل السكوير. بص يا جماعه الدي مع الدي نعم البي مع الدي عشان هو ادي البي فعليا الدي ما فيش انترسيشن بينها وبين اي حاجه خالص لان الدي كان ليها اوت مختلف عن ليها اوت مختلف عن الوقت. فبالتالي اي حاجه الكونديشن بتاعها يبقى في دي مع حاجه ثانيه غالبا هيطلع بايه؟ اكس. مش السي عمرها ما تكون موجوده مع الدي او مع الاف او مع الدي بس بس بصراحه خلاص. فدي او الفرازه بتقول لي ايه؟ ان البي بتساوي البي نفس اللي احنا جبناه من الجزء بتاع البارتيشن. مين الاسهل بقى؟ دي حاجه ترجع بارتيشن اوقات بيبقى اطول شويه عشان تبدا تيبل وتبدا تشتغل فيه بس غالبا ما بتغلطش فيه او ما بتتلخبطش فيه. البارتيشن ممكن تغلط فيه شويه هل اقسم دي لوحدها ولا دي لوحدها يعني بس البارتيشن عارفين بيبقى اصلا خلاص. خش كده هديك اكزامبل بعد كده نتكلم على الانكودينج. طيب المفروض في المسألة هنا في مسألة الشيت إن أنا عندي بيت ستريم بيت وعايز أعمل له باركي للستريم اللي جاي. يعني إيه ستريم بيتس؟ يعني كل سايكل بيجي لي كل سايكل بيجي لي. فأنا لو عندي عدد من البيت وعايز أعمل له باركي، باركي دي يا إما إيفي يا إما أوت. المفروض في المسألة هنا أوت. أوت دي معناها إيه؟ معناها إن لو عدد الوحيد
تبدا الجراف استخدام بيه. اول حاجه هبدا من اول ستيت اللي اسمها ايه؟ الستيت اسمها ايه دي مش معرف عندي اذا كنت انا استخدمت ايفل ولا اوضه حاجه. فالاوت بتاعها هيبقى بزيرو. يبقى لو جاب زيرو افضل موجود في الستيت دي والاوت بتاعي زيرو. كويس؟ حد عنده اقتراح؟ لو جالي واحد اروح للستيت تاني ولكن الستيت الاوت هيبقى زيرو على واحد. ليه زيرو؟ زيرو زيرو صح؟ لا هتضرب زيرو. ليه؟ ايه؟ عشان انا جاي واحد. بالظبط، لان العدد الوحيد اللي جات لغايه دلوقتي هو لسه ده اول واحد استلم في الحياه. خلاص؟ فبالتالي عدد الوحيد يبقى الستيت دي بتعبر لي على ايه؟ على ان عدد الوحيد اللي جاي لغايه دلوقتي. هل اجريت اوت ولا لا؟ لسه لازم تقريب. طيب، لو انا في الستيت دي جالي زيرو هروح فين؟ هفضل موجود في نفس الستيت ما اقدرش اعمل لكم حاجه من اول من ستيت جالي واحد بقى اروح فين؟ هل اروح للستيت سي ولا اروح للستيت اي؟ سي ولا اي ولا سي؟ هذا كان اي حاجه سي ايه؟ مش فاهم السؤال اصلا. السؤال ايه؟ مش عارف مش عارف ايه الموضوع في المساله فاهم؟ بص يا سيدي دلوقتي تستلم مجموعه من البيتس كل سايكل بيجي لك كل سايكل بيجي لك كل هتعمله انك تقعد تعد هتشوف الوحيد اللي جات لغايه دلوقتي هل هي اي دي ولا او؟ لو عدد الوحيد اللي جات لك كان حاجه اي دي هتجنيت اوت ايه؟ واحد بالظبط جنيت اوت واحد طبعا عدد الوحيد عامل لو عدد الوحيد قط خلي الاول يسيب افضل الست واحد خلاص ده اللي حصل في البدايه ان احنا بدانا عند الست لسه ما جاليش فيها بعد كده استلمت اول واحد الواحد اللي جاي ده هل جريت فيه اوت واحد؟ لا لسه لازم يجي لي واحدين عشان اعرف ففضلت واقف في الست دي كل ما بيجي صفار مستني لحد ما يجي لي وانس ان جالي واحد هو ابتدى الستيت سي هو جريت اوت ايه؟ الاول واحد لان عدد الوحيد اللي جات لي لغايه دلوقتي ايفو صح كده؟ طيب لو فضل البيس فور هفضل موجود في نفس الستيت ديت والاوت هيبقى واحد لان ستيل العدد الوحيد اللي استخدمتها لسه ايفو اول ما هيجي لي واحد هعمل ايه؟ هرجع للستيت اللي بتقول لي العدد الوحيد اوت واخلي الاوت خلاص؟ ليه بقى ما ارجعش للستيت اللي اسمها ايه؟ الستيت دي بتجنريت زيرو دايما طالما عندي صفر انا عايز الستيت طول ما هي بتجنريت او كل ما بيجيني صفر بتجنريت اول واحد اللي هو بيقول لي ان عدد الوحيد اللي استخدمتها لغايه دلوقتي ستيل ايه كل ما يجيني صفر بقول له لا استخدمت زي ما هي ايه طيب لو انا عملها في دي هيبقى الشكل كده لو انا عملها في مش هيبقى فيه اي اختلاف هبدا من اول ستيت ايه الاول بتاعها زيرو وكل ما بيجي لي زيرو هفضل في نفس الستيت ولو جالي واحد روحت الستيت دي اللي الاوت بتاعها زيرو وكل ما بيجي لي صفار هفضل موجود في الستيت دي اول ما يجي لي واحد روحت الستيت سي وجنريت الاوت واحد خلاص وكل ما بيجي لي صفار هفضل موجود في نفس الستيت وانس ان جالي واحد تاني هرجع للستيت دي جميل كده؟ حد عنده اعتراض؟ طيب المفروض انك تعرف تعمل الستيت تيبل حاجه زي كده مش مأساة وتبدا تعمله في ايه؟ باشمهندس المسألة اللي علمتني كانت بروبلم 1 واحد في شيء ثلاثة صح؟ كانت على اليمين بروبلم 1 في شيء ثلاثة ازاي بقى؟ بروبلم 1 دي كانت بتشيل ثلاثة الأول خلاص بتشيل أربعة صح كمل صح في مشكلة صغيرة في أرقام الشيك لو اعتبرت إن أول شيك ده شيك ريفيجن يبقى ده شيك زيرو ففي ناس شغالة بالورقة القديمة والدكتور نزلوا لي جديد ده بيعمل ده شيك زيرو فبالتالي عديها يعني دور على الأسئلة بتاعتك لا أنا بالنسبة لي المشكلة إن أنا أروح بص يا سيدي
الشكل معايا. خلاص اول فانس ماشين كان 3 ولا 4؟ كان 3 ولا 2؟ 2. يبقى دي مساله رقم 3 ماشي كل رقم 3. انا مش على ستة مالكش حاجة. يعني بس سبت المسائل كلها وتسأل على أرقام المسائل نفسها؟ اه ده ماشي. ماشي 3 في 4 أكيد. 3 في 4 طيب تعالى نتكلم كده سريعا عن الكودي. انا عندي ستيت A B و C. الانكودنج اللي احنا كنا بناخده في حل المسائل هو الفاينل انكودنج. عدد الريجستر اللي انا مستخدمه هنا هو 2 ريجستر. ان جنرال نمبر اوف ريجستر حل الباينري هو لوج 2 نمبر اوف ستيت. واعمل لها سينك او اقربها لك. جميل؟ مفيش فرشه. لو انا بتكلم على الجريد 0 0 1 0 1 1 ايه؟ مان ريجستر. في فوق باور ريجستر. ده عدد الفريفرنس. الاثنين دول معروفين مفيش فيه مشكلة. الكيس التالتة بس هي اللي جديدة شوية. الهوت كي. الهوت كي اللي بيحصل فيه ان عدد الفري فوكس اللي انا بستعملها بيساوي عدد الستيتس. خلاص؟ اللي بيحصل انا هصفرهم كلهم بعد واحدة بس بتعبر عن الستيت. فتعالوا نفترض ان الاس سيجنيفيكال فيو بتعبر عن الستيت ايه؟ وي اللي موجوده في النص دي بتعبر عن الستيت بي واللي موجوده على الشمال بتعبر على الستيتس. عشان كده بيسموها هوت كي او وان هوت كي. خلاص؟ ريجستر بيعبر على الستيت. في حد عنده مشكله؟ المراحل اللي بعد كده انك هتعوض في الستيت ترانزيشن تيبل وتحط في الكود وبعد كده تبدا تعمل الترانزيشن تيبل بيز تعمل لها كونديشن بتي ولا تي ولا ايا كان في فوق ايه وبعد كده تقارن ماب وترسم. خلاص؟ في حد عنده ارقام؟ نبص كده على مسألة المتر. سؤال بقى بعد كده هرد فين؟ على حسب
اي اوفرلابنج خالص طبيعي ان انا هرجع للستيت. لو انا عندي اوفرلابنج مع نفسي المفروض انا ابص على انهي ستيت ارجع لها هنا تاني واكمل معاها. لو عندي اوفرلابنج مع سيكونس ثانيه يبقى استنى لما اجنريت السيكونس الثانيه الاول واشوف رحت انهي ستيت. خلاص؟ طيب تعال نبص بقى على السيكونس الثانيه. السيكونس الثانيه المفروض انا بديك 1 1 0 0 وهبدا من عند الستيت ايه؟ يبقى كده كده لو جالي واحد هاخد الستيت يبقى انا هبدا من عند الستيت دي وهعمل برانش تاني. لو جالي واحد اعمل ايه؟ اروح للستيت ستيت مختلف في البرانش خلاص؟ بعد كده لو جالي زيرو خلينا نقول مثلا ممكن الستيت جديده الستيت دي اللي هي ستيت وبعد كده لو جالي كمان زيرو عشان يطلع اول بواحد واشوف هل في اوفرلاب ولا مفيش اوفرلاب خلاص؟ طيب كده انت تقريبا وصلت لنص الحل. تعالى بقى نشوف الكيسز اللي انا عملتها اللي هي الكيس اللي هتبوظ لي السيكونس. لو انا في الستيت دي خلاص خلصتها. لو انا في الستيت سي المفروض ان انا جالي لغايه دلوقتي 1 0. لو جالي 0 هروح للستيت دي. لو جالي 1 دي هرجع للستيت بي تاني خلاص. خلاص؟ طيب لو انا في الستيت اي وجالي 0 هروح للستيت اف. لو جالي 1 هعمل ايه؟ الستيت اي اصلا بتعبر ان انا جالي 1 و1. فلو جالي 1 ايه اللي هيحصل؟ افضل ما اكون في نفس الستيت مش هروح للستيت. لو جالي 1 افضل ما اكون في نفس الستيت. طيب بص على الستيت دي والستيت اف. الستيت دي لو جالي 0 هعمل ايه؟ هجنريت 1 واروح تاني ستيت. الستيت اي لان انا ما عنديش اي اوفر لاب. طيب في الستيت اف لو جالي 0 جنريت اول واحد واروح للستيت اي. الستيت دي لو جالي 1 هعمل ايه؟ اروح للستيت بي وجنريت اول 0. الستيت اف لو جالي 1 اروح لفين؟ اروح للستيت بي وجنريت اول بي سي. في اي ملاحظات؟ اف ودي بالظبط. طبعا الناس اللي هنا خلاص مش مشكله. التو ستيتس دول في نفس السن. جابوا نفس الانبوت راحوا لنفس الستيت وجنريتوا نفس الاوت. طبعا احنا قبل الامتحان ما كناش خدنا الستيت يوتيلايزيشن فبالتالي اللي هيعملها بالشكل دوت ما كانش هيعملها صح. اللي هيجمع الاثنين دول في واحده في الكفه الاخيره. اللي هو بقى يعمل ستيتس كتير قوي قوي حد عنده اختلاف؟ حد عنده مشكلة؟ جميل. لا لسه المفروض بسألك كمان بس أنا الناس مش بتسأل فحسب. بس هي مش فاهمة إيه اللي نايم ده. كل أحوال السيشن كويس بدري وأنا سعيد. أه سعيد بس هو شكل كده بعد ما حطيت على البيت. سطر على البيت. أه. تبقى لو الانبوت سيكونس بتاعي كان 1 0 1 0 1 0
هتكتب سيكونس الاولاني اللي هي 1 0 1 مع جينيت اوت باي. بعد ما جينيت اوت باي ابص هل في اوفر لابنج ولا لا؟ قبل كده مفيش حاجه اسمها اوفر لابنج. فبالتالي هلاقي اوفر لابنج مع نفسي بس بعد 2 سايكلز. خلاص؟ وفي نفس الوقت هل في اوفر لابنج انا افترضت ان دي زيرو مثلا؟ هل في اوفر لابنج بين السيكونسز وبعضها ولا لا؟ فاقدر اعتبر ان الواحد زيرو دول بدايه سيكونس جديد فجينيت اوت وهكذا. خلاص؟ بس في كل الحالات هتلاقي البرانش ده موجود زي ما هو والبرانش تحت ده موجود زي ما هو. بعد كده لو ظهر في نص يبقى في اوفر لاب ولا في. طيب مساله شيت، انت عايز شيت كام؟ عايز شيت كام؟ شيت كام؟ 3 ولا 4؟ 3. طيب مساله شيت 3 4 من 6 كان عندي ايه؟ لا ما عندي بس خلاص على رقم شيء طيب. المسألة دي كان عندي 2 انبوت 1 اوت، بيقول لك الاوت ده هيبقى في واحد وواحد في حلقة بس لو ال 2 انبوت دول فضلوا زي بعض لمدة 5 سنين. جميل؟ طيب تعالى دلوقتي الأول الستيت ايه؟ الستيت دي بتعبر على ان الاكس والواي لسه مش زي بعضين. فبالتالي المفروض ان انا الاوت بتاعي 0 وهروح للستيت بي لو ال 2 انبوتس زي بعض. سيت بي دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن ان الاكس والواي فضلوا زي بعض لمده سايكل واحده بس. فبالتالي هروح لسيت بي لو جالي واحد واحد او جالي 0 0 هيبقى الاول سيت زي ما هو 0. خلاص؟ طيب لو 0 1 او 1 0 افضل موجود في الستيت اللي هي اسمها ايه؟ طيب هروح للستيت بي سي دي وهكذا. سي ديت ان دي معناها ان دي فيرست سايكل الاثنين فيها يكون زي بعض، دي سكند سايكل هحطها لو جاي واحد واحد او 0 0 وهحط دي لو جاي واحد واحد او 0 0 يبقى دي الثيرد سايكل اللي كان فيها اكس واي بيساوي بعض. دي بي يبقى دي الفورث سايكل وهحطها لو الاثنين ستيل بيساوي بعض. اخر حاجه خالص الأول بتاعها واحد ودي الفيرست سايكل اللي الـ A فيها بتساوي. طيب في أي سايكل من في أي ستيت من الستيتس دي لو الـ A لو X والـ Y اختلفوا عن بعض هروح تاني ستيت. تعالوا نبص على الستيت دي مثلا لو أنا جايب 0 1 1 0 هرجع للستيت دي يبقى الاثنين اختلفوا عن بعض. كذلك لو الفور كله سايكل الاثنين فضلوا زي بعض في السايكل اللي الثالثه اللي بعديها يعني لو سبتها هرجع تاني للزي وادور من الاول. يبقى مفيش حاجه اسمها اوفر لابنج هنا خالص انا كده لسه بديتكت سيكونس تاني. يبقى في عندي 0 1 2 اه بالمناسبة يا باشمهندسين
بيلعب بيسكت. انا قلت كده في السكشن بس لا. طيب ايه؟ تجيبوا بعض عشان تطلعوا لي